نروح لتقرير آخر. الروبوت طبعا بقى موجود في كل حاجة، واحنا بنشهد أو في عصر ثورة تكنولوجية، حتى الحاجات اللي ممكن لا تخطر لك على بال، ده اللي هنعرفه من خلال التقرير اللي جاي عن روبوت، وازاي وصل انه بقى بياخد جرعات العلاج وبيوصلها للجزء اللي فيه التعب داخل الجسم. خلينا نشوف ده بيتعمل ازاي من خلال هذا التقرير، ونرجع لحضراتكم مرة تانية. سمعنا كتير عن روبوت بيساعد في عمليات جراحية بسيطة، ويمكن كمان يقدر يعمل العملية بدون تدخل بشري، لكن الجديد إن بقى فيه روبوت بيتزرع جوه الجسم، هدفه إنه ياخد الجرعات الدوائية اللي بيتناولها المريض ويوصل الجرعات دي للأنسجة أو الأعضاء اللي محتاجة للعلاج. في فريق من الباحثين في معهد بكين للتكنولوجيا بالصين اكتشف روبوتات هجينة متناهية الصغر ممكن توصل الجرعات الدوائية للأعضاء البشرية بغرض تسريع العلاج وتخفيف الأعراض الجانبية. الروبوت ده بيحتوي على أجزاء حية بيتم زرعها داخل الجسم، ويمكنها توصيل جرعات الدواء بشكل دقيق إلى الأعضاء المريضة. ودلوقتي بيتم دراسة إزاي يمكن استخدام الروبوتات دي وفق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات علاج السرطان. الروبوتات دي حجمها بيتراوح ما بين 21 ميكرومتر، وبيتم زرعها داخل الجسم، وبتستخدم لحقن مادة الثرومين في الخلايا السرطانية، وكمان بتستخدم في توصيل مادة الهيبارين اللي بتسبب السيولة في علاج بعض مشكلات الدورة الدموية في جسم الإنسان.